لكن برضو نرجع ونقول سيبك بقى من الايفنت نفسه عشان احنا كلنا شفناه وشاهدناه وعرفنا ايه اللي حصل جواه. الكواليس بقى من اول ما وصلتوا الدنيا عامله ازاي؟ الجو كان عامل ازاي؟ اهل الاقصر اخبارهم ايه؟ بص الجو بصراحه الصبح حر جدا بالليل حلو جدا طبعًا. ده بقى طبعًا. الفرق بالليل حلو جدا، لا انت بردان ولا انت حران، الجو حلو بتتنفس هواء نظيف الكلام ده كله. الصبح بصراحه كان حر شويتين طبيعي. بطبيعه الحال كواليس عايز اقول لك احنا وصلنا يوم الاربعاء فطرنا بعدين كل واحد ريح شويه لان الطياره كانت الفجر فكنا تعبانين. جه بعد كده عندنا بروفا قمنا طالعين بعد ما اتفرجنا على ماتش الاهلي قمنا طالعين على الموقع يعني وقعدنا نعمل بروفات لغايه وقت متاخر جدا، رجعنا نمنا صحينا ابتدينا مراجعه ابتدينا تحضيرات وبعد كده بقى ابتدى اللبس والتجهيز والحاجات اللي زي كده. ده اخر يوم بقى خالص بعد الحفله أصيل. بس الحلو كمان ان انت بعد ما خلصت بقى ونازل ويعني طبعا كباتن وابطال في الاهلي يعني من الفرق القديمه كانت يعني ايام زمان كانوا موجودين كتير كانوا قاعدين ومبسوطين وقد ايه الكلام الحلو يعني تسمعوا منهم انتوا نورتونا انتوا شرفتونا حاجه جميله برافو عليكم مش عارف ايه مش انا واحمد سمير بس يعني الفريق كله اللي كان بيعمل فحلو ان انت تسمع ده يعني تحس ان ايه اهلك بيدعموك او اهلك بيقولوا لك كلام حلو بصراحه ده كان جميل. وشركه استادات برضو خليني اقول لك الناس هناك تعبت جدا ونسمه برضو السوشيال ميديا كانت قايمه بدورها بشكل كبير يعني بص لا الحمد لله كل حاجه كانت كويسه وطبعا زي ما حضراتكم تابعتوا كان في حضور يعني من شخصيات في غايه الاحترام زي ما كنت بقول طبعا كابتن محمود الخطيب كان موجود في الاحتفاليه اللي احنا شفناها دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وزي ما انا قلت كمان مجموعه كبيره جدا من الشخصيات الهامه وكمان المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات والعضو المنتدب وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي يمكن دلوقتي وانا بتكلم موجودين سياده العميد مرجان وعدد طبعا من رموز ونجوم القلعه الحمراء والشخصيات العامه زي برضو ما حضراتكم تابعتوا احنا ابتدينا بالنشيد الوطني وبعد كده كان في فيلم قصير عن تاريخ الاهلي وعن انجازاته وكان في فيلم عايز اقول لك الافلام اللي اتعرضت دي كانت جميله جدا أكيد بجد أكيد. وعن الاهلي الاقصر وطبعا كان في كلمات من كابتن محمود الخطيب ودكتور اشرف صبحي والمهندس سيف الوزيري وعروض فنيه كانت موجوده يعني حاجات جميله والله كانت ناقصاكم بس ان شاء الله يعني يبقى فيه دايما مزيد ومزيد من الانجازات بيقدمها لنا النادي الاهلي.